مخالفات وتجاوزات صريحة في عقد إنشاء مدينة ترفيهية بمحافظة النجف، تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة حسب تقارير للرقابة المالية التي أكدت وجود فساد وهدر للمال العام، فضلا عن الإخلال ببنود العقد الموقع مع هيئة الاستثمار. تقرير للرقابة المالية يشير إلى ملفات فساد وهدر للمال العام ومخالفات صريحة تتعلق بمدينة النجف الترفيهية منذ إنشائها، خلافا للعقد المبرم مع هيئة الاستثمار أدى إلى تغيير جنس المشيدات على أرض المشروع إلى محلات تجارية وإغلاق مدينة الألعاب الوحيدة في المحافظة بعد إتلاف معظم ألعابها العائدة ملكيتها لبلدية النجف. أكو عقد مبرم ما بين المستثمر وما بين هيئة الاستثمار والبلدية، هذا العقد به نصوص ما يصير التجاوز على النصوص وبنود العقد مطلقا، فلذلك احنا بلغنا هيئة الاستثمار والبلدية باعتبارها الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع تتابع هذا الموضوع وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. أي مخالفة تتحملها هذه الدوائر باعتبارها دوائر قطاعية، توجيهنا واضح. الآن أكو دعوة بالقضاء بهذا الصدد، وايضا شكلت لجنه خاصه لمتابعه هذا الموضوع. مشروع مدينه الالعاب طبعا تم التحقيق ضمن اللجنه، رصدنا العديد من المخالفات في العديد من المشاريع الترفيهيه، من ضمنها المخالفات الخاصه بتغيير طبيعه استعمال المحلات او الاسواق الخاصه بالمخططات او السايت بلان. كان من ضمن توجيهات او توصيات اللجنه المشكله بتطبيق الماده 28 من قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 المعدل بكافة الأنشطة المخالفة، وإحنا بطور تطبيق هذه المادة بعد مصادقة السيد المحافظ على التوصيات. مخالفة أخرى أراد منها المستثمر سحب 8 مليارات دينار من إحدى المصارف في المحافظة بضمان أرض تابعة لبلدية النجف، كشفت عنها دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وألغي تمويل القرض بعد قرار من محكمة تحقيق النزاهة. تم نقل ألعاب من مكانها القديم إلى مكان جديد، وكانت هناك عملية فساد تقدر بمليارين دينار عراقي. على أي حال تم تخريب مدينة الألعاب ويتابع البلدية، وتم التلاعب في التصاميم. الملف موجود في محكمة تحقيق النزاهة، حررنا شكوى لدى المدعي العام في يوم 25/7/2019، والملف مركون ومجمد في محكمة تحقيق النزاهة، وهي تساؤلات إلى مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام وهيئة الشرف القضائي، نقول لماذا هذه الملفات الفساد متجمدة في النجف الأشرف؟ دعاوى قضائية لم تحسم حتى اللحظة، وهيئة استثمار لم تحرك ساكنا إزاء خروقات تسببت بهدر المال العام وحرمان المواطن من متنفس ترفيهي وحيد في النجف. مارد الفساد أمسى بعبعا يسرق كل مال يقع أمام عينيه، وإجراءات هزيلة ترافقها تصريحات رنانة للجهات المعنية بمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، لكن حقيقة تلك الإجراءات أنها لا تزال حبرا على ورق. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.